تحياتي، إذن محاضرة فلسفية جديدة بعنوان هذه المرة الفلسفة الأندونوسية بين أساطير المنشأ والعدالة للشعوب. مقدمة: الفلسفة الأندونوسية هي تسمية عامة لتقاليد تكوينات المجرد بين الناس الذين يسكنون المنطقة المعروفة الآن بأندونيسيا، الخليل يضم العديد من الجزر الكبيرة. تضم الفلسفة الأندونيسية العديد من المدارس الفكرية المتنوعة، من في ذلك المعتقدات الأصلية والتقاليد الفلسفية الشرقية والغربية التي أثرت على أندونيسيا طوال تاريخها. ويتم التعبير عن الفلسفة الأندونيسية العرقية في حوالي 587 لغة حية موجودة في أندونيسيا الآن، ولغتها الوطنية الأندونيسية متجسدة في الأساطير والفولكلور والطرق التي تبني بها مجموعات العرقية منازلها ومسكنها، وتقيم احتفالاتها وتقص آدابها خلال المجموعات العرقية وملاحمها. ينظر البعض إلى العادات التي تنظم حياة المجتمع بأكملها، عادات وتقاليد، على أنها تعبير اجتماعي أو عن دين المجتمع، لأنها تهيمن عليها الأرواح والقوى الخارقة للطبيعة. تتضمن عادات بباتا والأمثال أو الأقوال التي توجه كل فرد من مجموعة عرقية معينة للفعل بشكل جيد تجاه الآخرين في نفس المجتمع. تصف أساطير الخلق العرقية كيف تكون البشر من المواد المتبقية عندما نشأ الكون والسماء، وبالتالي فهي عوالم مصغرة من الكون خاضعة للطبيعة. لقد تم بعد ذلك إدخال الطاوية، الفلسفة الطاوية والكونفوشيوسية إلى الأندونيسيين الأصليين من قبل المهاجرين الصينيين بين 1122 222 قبل الميلاد، وأصبحت مختلطة مع المعتقدات العرقية بشكل لا يمكن تمييزه. وصل الهندوس من البرهمانيين والبوذيين من أصل هندي إلى أندونيسيا بين 322 قبل الميلاد إلى 700 ميلادي، وجلبوا معهم تانت رايانا. بدأت الصوفية الفارسية تدخل الخطاب الفلسفي الأصلي في أوائل القرن 15 ميلادي. قد شجع انتشار تأسيس ممالك وسلطات سلطانات إسلامية ضخمة في أندونيسيا. أدخل التجار البرتغاليون الكاثوليكية في القرن 15، تبعهم الهولنديون مع الكالفانية في نهاية القرن 16. في أول القرن 20 فتحت الحكومة الاستعمارية الهولندية مؤسسات تعليمية على النمط الهولندي لأطفال الطبقة الأرستقراطية الذين أرادوا العمل في المؤسسات الاستعمارية. وصل العديد من خريجي هذه المدارس تعليمهم في الجامعات الأوروبية، وبرزوا كأول جيل من المثقفين على النمط الأوروبي الذين يدافعون عن الفلسفة الغربية. خلال فترة ما بعد الاستعمار تحول العديد من الأندونيسيين إلى الشيوعية والديمقراطية الاجتماعية، بحثا عن حل المشاكل الاجتماعية والتنافر بين المجموعات الدينية والعرقية المختلفة. إذن هذا السياق الذي تتنزل فيه الفلسفة الأندونيسية. نأتي الآن إلى تعريف الفلسفة الأندونيسية. نشأ مصطلح الفلسفة الأندونيسية من عنوان كتاب كتبه أم نصروين، والذي تتبع فيه العناصر الفلسفية الموجودة في الثقافة الأندونيسية. منذ ذلك الحين أصبح المصطلح شائعا وألهم الكتاب الأندونيسيين في وقت واحد، مثل بارمونو وجاكوب سومارجو وسونوتو الذين أسسوا أول قسم فلسفة في البلاد في يونيفيرسيتاس غاجا مادا في جاكرتا. عرف سونوتو وبرمونا وسوماراجو كلمة الفلسفة الأندونيسية بشكل مختلف، كل أستاذ فلسفة عرفها بالطريقة التي يراها. دون تعريف واضح للكلمة جادل نصروين بأن الفلسفة الأندونيسية لم تكن غربية ولا شرقية، وأشار إلى المفاهيم والممارسات الأندونيسية الأساسية مثل موباكات وبانتون بانتون وبانكا سيلا وهوكوم أدات وغوتونغ رويونغ، وهي وكيكي لوارغان. اعتقد سونوتو أيضا مفهوما ثقافيين الفلسفة الأندونيسية واصفا إياه بالثراء الثقافي للأمة الموجودة في الثقافة أو بالثقافة.
عرف برمونو بأن فكر أو تأملات مرتبطة بالعادات بالإضافة إلى الثقافة العرقية. كتب سومارجو أن فلسفة الشعب الأندونيسي لم يتم تصورها أبدا. يجب البحث عن مفاهيم فلسفية ومعرفة ما فعلوه الفلاسفة والمفكرين والحكماء. وأضاف تكمن الفلسفة الأندونيسية في سلوكهم اليومي والنتيجة الواقعية لأنشطتهم. فلسفة الشعب الأندونيسي تكمن في بيباته ويعني مراسيمهم وطقوسهم وأساطيرهم القديمة وزخارفهم وثيابهم ورقصاتهم والموسيقى التي يعزفونها وفي أسلحتهم التي يعدونها ونظامهم الاجتماعي وما إلى ذلك. فهم هؤلاء الكتاب الفلسفة الأندونيسية على أنها جانب من جوانب الثقافة ولم يحاولوا فصل الفلسفة عن الدراسات الثقافية والأنثروبولوجية. في البداية لم يكن اللغة الأندونيسية كلمة تصف الفلسفة باعتبارها تخصصا متميزا عن اللاهوت والفن والعلم. بدلا من ذلك استخدم الأندونيسيون كلمة عامة بيدا أو كابيديان والتي تشمل جميع مظاهر الحياة ما في ذلك الفلسفة والعلوم واللاهوت والدين والفن والتكنولوجيا. عادة ما يشير الأندونيسيين إلى فلسفتهم ببيدايا وام. هذا المفهوم يقصر نطاق الفلسفة الأندونيسية فقط على تلك المفاهيم الأصيلة الأصلية وخاصة المرتبطة بالثراء الثقافي الأندونيسي. يوسع فيري هادايت نطاق الفلسفة الأندونيسية ليشمل الفلسفات المعادلة والمحلية المتأثرة بالتقاليد الفلسفية الأجنبية. نبدأ بمدارس الأفكار. يحدد هادايت 7 مدارس فكرية تطورت في أندونيسيا، طبعا مدارس فلسفية، ويصنفهم وفقا لأصولهم مثل المدرسة العرقية والفلسفة الكونية العالمية التي تستوعبها مدرسة معينة وتتكيف مع الفلسفة الأندونيسية، المدرسة الصينية والمدرسة الهندية والمدرسة الإسلامية الفارسية وغيرها أو عربية أيضا، المدرسة المسيحية والمدرسة الغربية، والتسلسل الزمني التاريخي مثل مدرسة ما بعد سوهارتو. نبدأ بفلاسفة أندونيسيين جاديس أوريفيا، كي هاجر ديوان تارا، حمزة فانسوري، محمد نصروين، نوتو ناغورو. وهذا الفلاسفة الأندونيسيين. نبدأ بالمدارس الفلسفية. أولا المدرسة العرقية، يتم التعبير عن الفلسفة الأندونيسية الأصلية في حوالي 587 لغة حية موجودة في أندونيسيا ولغتها الوطنية الأندونيسية. تجد المدرسة العرقية إلهامها في المفاهيم الفلسفية المتجسدة في الأساطير والفولكلور والطرق التي تبني بها هذه المجموعات العرقية منازلها وتقيم احتفالاتها وأدب الجماعات وملاحمها. هذه الفلسفة لم تتغير منذ البداية إلى النهاية، إنها تركز على مسألة الخير الذي يواجه كل عضو في المجموعة وتربط ذلك بالأصول إنشاء المجموعة على الأرض بطريقة غائية أو الحياة المثالية التي تطمح إليها المجموعة. لذلك أن العضو لا يمكن أن يظل الطريقة. تضم المدرسة العرقية الفلسفات الأندونيسية التقليدية كما كانت موجودة قبل مواجهة التقليد الفلسفي الغربي الأجنبي اللاحقة. افترض معظم مؤيدي المدرسة العرقية أن الأندونيسيين المعاصرين أصبحوا يعني جاهلين بقيمهم الأصلية. جادل جاكوب سومارجو على سبيل المثال بأن معظم الأندونيسيين اليوم ينسون الحفاظ على قيمهم الأصلية ونسيان الماضي متناسين الأصل، فهم مثل الأشخاص الذين يعانون من فقدان الذاكرة الذين يتجاهلون تاريخهم الوطني، وبالتالي فهم مغتربون عن ثقافتهم الأم. يعزو جاكوب فشل السياسة التعليمية الأندونيسية إلى العمي للثقافة الأندونيسية الأصلية. لذلك فإن المهمة الضرورية لمدرسة الفلسفة العرقية هذه هي البحث عن القيم العرقية الأصلية واسترجاعها وتنشيطها، لأن هذه القيم هي أمهات يعني الثقافة، بينما الناس هم آباء الوجود. فما هي هذه العادات والتقاليد الأندونيسية؟ العادات مصدر الإلهام الرئيسي للفلسفات العرقية، وهو الإرث الفكري الذي ينتمي إليه المجموعات العرقية المعينة. والعادات موروثة من قبل أجيال لاحقة من أجيال مجموعة يعني يتم ورثتها يعني من جيل إلى جيل آخر. اعتقد الأندونيسيين أن العادات ليست خليقة بشرية لكن أرواح وقوى خارقة للعادة تحكم المجتمع. غالب ما يعرف عادات على أنه قانون عرفي لكن أعمق بكثير من مفهوم الغربي للتقاليد أو
العادات أو الأعراف، إنه يشمل كل ما يسميه الغربيون قانونا، ولكن يذهب إلى أبعد من ذلك بكثير في تحديد احتياجات وأفعال الأفراد والمجتمع. يرسم عادات مراسم الزواج والولادة والوفاة ومواعيد وطرق غرس الأرز بين المنزل والصلاة من أجل المطار وأشياء أخرى كثيرة. يأتي الاقتصاد والسياسة والفلسفة والفن ضمن مجالها، مجال العادات. يرى البعض العادات على أن تعبير اجتماعي عن دين المجتمع، لأنه ليس خليقة بشرية، وفي ممارستها يخضع البشر باستمرار للمراقبة من قبل الأرواح والقوى الخارقة التي تحكم المجتمع. بما أن العادات التي تنظم حياة المجتمع بأكملها تهيمن عليها الأرواح والقوى الخارقة للطبيعة، فإن تلك الحياة الجماعية ثابتة لا محالة ومحافظة للغاية. تعود جذورها إلى غموض الماضي عندما وضع الأجداد العادات مرة واحدة إلى الأبد. يقول شعب مينان جكابو عن العادات أنها لا تتصدع بالحرارة ولا تتعفن تحت المطر. في مثل هذه البيئة تكتسب كلمة قديم معنى خاص، إذ تدل على شيء مقدس وقوي ومليء بالحكمة. يعني هناك ارتباط بين الفاس والأندلسية وأساطير المنشأ. فالمقصود بأساطير المنشأ، من بين الإرث الفكري للعادات هناك مجموعة من أساطير المنشأ أو الخلق. تغني الأساطير وكتبت مؤخرا في احتفالات مهمة تقام في مناسبات خاصة مثل عيد الميلاد والموت والزواج والحصاد. قبيلة داياك بونياك في كاليمانتان الشرقية على سبيل المثال لديها مجموعة من الأساطير المعروفة باسم تومبيتون، والتي تشرح أصل الكون والعالم والسماء، خلق البشر والحيوانات والنباتات والمياه والنار والمطر والموت، أصل الأجداد وبعض المحرمات الاجتماعية. وفقا لتومبيتون، قبل وقت طويل من خلق النوع البشري سكنت عائلتين في السماء. خلق الإنسان الأول من المواد الخام التي استخدمتها عائلة السماء لصنع الأرض والسماء. كان متزوجا من امرأة كانت ابنته ولديه العديد من الأطفال، وأصبح بعضهم بعض، وهي مجموعة من الأرواح تعيش في السماء، يعني سينيانغ، هي المسؤولة عن الحفاظ على أهم شؤون الأخلاقية والمسؤولة عن الأوصية عن احترام العادات. يمكن أن يوقع سينيانغ عقوبات شتائم على يعني زواج المحارم. لم يكن الأطفال الآخرون للزوج فقط النوع البشري والأرواح، ولكن حيوانات مثل القطط البرية وخنازير الغابة والديببة وأسلاف الغزلان وأسلاف القردة وأسلاف النحل والثعابين وغير ذلك. الآن يعني من بين يعني قصيدة البانتون هي نوع من قصائد الأندونيسية، تتكون من 4 أسطر في جزئين، أول سطرين هما سان بيران والثاني سطرين هما يعني إيزي ويوفيران، يعني سان بيران دائما تشبيه بالإيزي ويرمز إلى عالم كبير لعالم صغير. وفقا للأساطير يتكون نوع البشر من مواد خلقت من عائلة سماء والعالم، ونعكس هذا الاعتقاد في بنية البانتون. يمثل سان بيران السماء والعالم، بينما يرمز الإيزي إلى النوع البشري. كلاهما يجب أن يكون هناك تنابق منطقي بين سان بيران والإيزي، فكلاهما رمزان للتناغم بين الطبيعة والنوع البشري. هنا مثال على بانتون، توجه يعني 7 أيام في أعمق الغابة، ممنوع شرب الماء، ممنوع أكل الأرز، لا تقابل سيد في يوم واحد، يشعر وكأن الجسم يصبح أنحف وأرق. يشير سان بيران إلى المعاناة الجسدية التي يعاني منها الشخص عندما يكون في غابة عميقة لمدة 7 أيام دون طعام أو ماء، بينما يشير مصطلح الإيزي إلى المعاناة التي يشعر بها الشخص عندي في صالح عن نفسه. يعني هناك سيمفونية أخرى بيباتا تشبه الأمثال أو الأقوال، يتم تضمين البيباتا في العادات بمعنى أنه توجيه، تقوم بتوجيه كل عضو في مجموعة عرقية معينة للفعل تصرف بشكل جيد تجاه الآخرين في المجتمع. يعتقد أن البيباتا قد خلقت أسلاف عرقيين مستوحى من قوى وأرواح خارقة للطبيعة. إن صياغة البيباتا مأخوذة من الطبيعة، مما يدل على أن كل إرشادات الحياة يجب أن تكون مستمدة من قوانين الطبيعة، وأن الناس ملزمون بالخضوع لقوانين الطبيعة وفقاً لأسلوب الخلق. قد خلق البشر من عناصر الطبيعة، لذلك كان عليهم أن يعيشوا في خضوع كامل لقوانينها. وربما بعض الأمثلة على البيباتا هي يمكننا افتراض عمق البحر، لكن لا يمكننا افتراض ما في قلوب الناس. حيث يوجد سكر يوجد نمل، إذا كنت خجولا بشأن طرح الأسئلة فسوف تضيع في طريقك.
البنية الاجتماعية للعادات، لا يشمل العادات، لا تشمل العادات والتقاليد والاتفاقيات والقوانين فحسب، بل تفرض أيضا شكل من أشكال البنية الاجتماعية. تم تحديد الهيكل الاجتماعي المرتبط بالعادات المشتركة من خلال مجتمعات صغيرة الحجم من الأشخاص الذين يعيشون في القرى أو من يتجولون كبدو في منطقة معينة. كانت هذه المجتمعات تشبه لحد ما الجمهورية الديمقراطية المصغرة. تم انتخاب رؤساء من أحفاد أقدم فرع للقبيلة وقد اهتموا باحتياجات ومصالح المجتمع بمساعدة مجلس حكماء. تم اتخاذ قرارات مهمة من خلال المداولات الجماعية والتي تسمى ماباكات في ديمقراطية من هذا النوع، حيث تمنح علاوة على إجماع الآراء. كان موقف البلاي المبني على يعني انعقادات اللي تعقد فيه الاجتماعات والمناقشات مهما للغاية. يمكن اعتبار بلاي مركز للحياة الاجتماعية داخل هذه المجموعات الصغيرة. كان الواجب الرئيسي لحكومة القرية هو إدارة العادات المتوارثة من جيل إلى جيل وتسوية أي نزاعات قد تنشأ. كان نطاق الإدارة داخل المجتمع الأندونيسي الأصلي واسعا جدا مقارنة بنطاق الحكومة الحديثة. بالإضافة إلى تلبية الاحتياجات اليومية للمجتمع، فقد تضمنت واجبات مثل تنظيم مراسم الزواج وزراعة المحاصيل وتوزيع المحصول وتقسيم الإرث. الميزة الأكثر حظاً للتقاليد الفلسفية الأندونيسية هي فهمها المتكامل للفلسفة، حب الحكم. إن الانقسام بين التفكير والشعور الذي يحدث في التقليد الفلسفي الغربي كما يدل عليه فريديغو تشون في كتابه تجلي الإنسان الذي نشرها سنة 1995 لا يحدث في أندونيسيا، لأنه يحتوي على كلمة أصلية تدمج التفكير والشعور في انسجام يسمى بودي. يعرف قاموس بيسار بهذا أندونيسيا، وهو قاموس رسمي واسع الانتشار اللغة الأندونيسية، كلمة بودي بأنها كل ملكة داخلية تدمج التفكير والشعور والحكم على الخير والشر. كل الخير وكل الخلق والمخلوقات المادية والفكرية التي تم إنشائها بواسطة بودي يسمى كاموس بيسار. وهكذا بالنسبة للأندونيسيين يتم تسمية العلم والروحانية والدين والفلسفة والتكنولوجيا في كلمة واحدة كوبي دايان، والتي هي مظهر وإدراك بودي. يمكن ترجمة كلمة بودي إلى اللغة الألمانية بجاست، ولكن ليس العقل الإنجليزي. يكمن الاختلاف بشكل خاص في علاقة العقل بالثقافة. كلمة العقل الإنجليزي من وجهة نظر السلطان ليس لها علاقة بالثقافة، لكن الكلمة الألمانية جيست لها علاقة بالثقافة. لهذا السبب يمكن تسمية العلوم الإنسانية في ألمانيا بعلوم الروح. أوضح السلطان كذلك استحالة ترجمة بودي إلى اللغة الإنجليزية على عكس جيست، فإن المفهوم الإنجليزي للعقل له طابع معرفي أكثر. بهذا المعنى لا توجد علاقة مباشرة في اللغة الإنجليزية بين مفهوم العقل ومجمل الثقافة، والتي تشمل نتاج الحدس والشعور والخيال كما يتم التعبير عنه في الرهبة الدينية وخلق الفنون. كان هذا المفهوم الألماني الأكثر شمولا عن جيست هو الذي أثر في بناء الفلسفة الثقافية. لقد أعطى مفهوم بوذي في اللغة الأندونيسية، والذي يرتبط بكلمة بوذا مستنير، ومعنى جيست لأن كلمة ثقافة في اللغة الأندونيسية مرتبط ارتباط مباشر بمفهوم بويدي وما اشتق منه. في الواقع في اللغة الأندونيسية يمثل مفهوم بودي أكثر ما يميز النفس البشرية في مواجهة الدوافع والغرائز في نفسية الحيوان. الآن على الرغم من أن سوتان أعرب عن عدم رضاه عن عدم قدرة اللغة الإنجليزية على ترجمة الكلمة الأندونيسية بودي، لأنه للأسف لم يستكشف المزيد من في كتاباته عن سبب عدم قدرة اللغة الإنجليزية على ترجمة كلمة بودي بشكل جيد وعواقبها في مجال الفلسفة. نتيجة عدم قدرة اللغة الإنجليزية على ترجمة بودي تكمن بوضوح شديد في انقسامه العقل والثقافة. العقل الإنجليزي علم يعني خارج الثقافة الإنجليزية، هناك فجوة واسعة بين العقل والثقافة مثل الفجوة الواسعة بين الفلسفة والمظاهر الفلسفية في الثقافة. يسمح التقليد الفلسفي في إنجلترا بالتكهنات المجردة التي لا تنتهي بإدراكها في الواقع، لكن التقليد الأندونيسي للفلسفة لا يفعل ذلك. يتم إدراك بودي دائما بشكل غير مقسم في تقاليد الفلسفية، يعني الإنجليزية يربط العقل فقط بنشاط الإدراك أو التفكير. هذا هو السبب في أنه لا يمكن دمج العلاقة بالثقافة العقل بالثقافة، وهو مظهر كامل لقدرة الإنسان على التفكير والشعور والتخيل وحتى الحلم في الواقع. نظرا لتكامل بودي تم دمج الثقافة الأندونيسية. نحن الأندونيسيين لا نفرق بوضوح أو نصنف الفلسفة والدين والدين والروحانية والروحانية والعلوم، كذلك العلم والفن، هكذا يقول يعني سكار.
باختصار لم تعرف الثقافة الأندونيسية أبدا أي مادية صارمة أو مثالية متشددة. علمنا وفلسفتنا جمالية وفنية مثل ديننا وروحانيتنا وفننا. إن معبد بورو بودور وأدب السلك الأدب الصوفي ورقصات والمنحوتات التقليدية والآلات الموسيقية والمنازه والأسلحة التقليدية جميلة، ويعني مثل الفلسفة والعلم والروحانية، لأن بودي يجمع بين العقلاني والشعور تماما، يجمع سيراتس الأدب الشعري المستوحى من الإسلام الجمالية الشعرية والمنطق الفلسفي، وكذلك الأدب الشعري الجاوي المستوحى من البوذية الهندوسية. عبر حمزة الفانونسوري عن تكهنات الصوفية في شعر الملايو، بينما بنى الملك فيسنو من سلالة سيليندرا 775 ميلادي، توفي سنة 782، معبد بورو بودور الجمالي لعبادة أسلافه المقدسين. شعرت المجتمعات الأندونيسية التقليدية التي تحتوي على شكل الأول لعلم الكونيات ونشأة الكون يعني ليس بالغيرة الثقافية، وإنما بالحاجة إلى القيام بمثل ما قام به محاكاته. لم يكن أبدا أقل عقلانية في علم الكونيات بالمقارنة مع علم الكونيات الحديث. العلم الكونيات الأول خاص بالأندونيسيين الوارد في الأساطير الشفوية الجميل لا يقل عقلانية وروعة عن علم الكونيات اليوناني القديم. تمزج القصائد التقليدية البانتونية قصائد الماليو بين الجمالية القافية والحكمة الفكرية. في الختام، فإن نظرية المعرفة لبودي التي يتبناها الأندونيسيين توازن بين استخدام العقل والحواس وتنصف المثالية والمادية، وبالتالي لا توجد حرب بين العقلانية والتجريبية وبين المثالية والمادية في التقليد الفلسفي الأندونيسي. ولا يمكن شعراء الأندونيسيين المعاصرين الهروب من هذا المبدأ المعاصر لبودي، كما أوضح الشاعر والفيلسوف الأندونيسي سوباجو ساستروارديو. الكتاب في أندونيسيا تؤسس لارتباط وثيق بين الفلسفة والأدب. في الأدب الكلاسيكي الأندونيسي كان الكاتب شاعرا وفيلسوف، كان من المتوقع أن يكشف في شكل أدبي أراء وإرشادات الحياة، وأن يقدم للقراء المستمعين الحقيقة النبوية. ولا تزال الواتاداما وهي من الأعمال الأدبية الجاوية الكلاسيكية، وسياير بيراهو وهي قصيدة مشهورة في الملايو تحظى بالتبجيل كفلسفة بصرف النظر عن حقيقة أنها تعبر أدبا ممتازا. لكن الفلسفة انجيلمو في الجاوية هي التي وضعت الطابع الشرعي للأدب. يعني ينقل الأدباء المعاصرون أفكار الأندونيسيين الفلسفية من خلال روايتهم قصائدهم وقصصهم القصيرة. إذا لا يعني أن نظرة المعرفة في بودي لم يتم تحديدها يعني وتنزيلها ضمن تاريخ الفلسفة الأندونيسي. في أول القرن العشرين أدانت حركة فلسفية تسمى الحداثة الإسلامية الشعور وتجلياتها في الثقافة على أنها مجرد خيال وهمي وخيال كاذب. لا أفهم، ربما الثقافة الأندونيسية مليئة بالخيال الزائف، وربما بسبب التأثير العقلاني الذي حمله إليهم الاستعمار الهولندي والذي واجهوا في عصرهم، بدأوا في الاعتراف بسيادة التفكير على الشعور. في عشرينات القرن الماضي أدان تان مالاكا متوفي عام 1949 أيضا شعور، ودعا بدلا من ذلك لسيادة العقل والمنطق. كتب: دعونا نبني جدارا فولاذيا بين الماضي والمستقبل، ولا ننظر إلى الخلف أبدا، ولا نحاول أبدا استخدام القوة القديمة لتشجيع المجتمع للحصول على السعادة. دعونا نستخدم التفكير العقلاني، لأن هذا النوع من المعرفة وطريقة التفكير هما ذروة الحضارة الإنسانية وأول مساوى أعلى للمستقبل. فقط الطريقة العقلانية في التفكير والفعل التي تمكن البشر من التخلص من الخيال الوهمي، لأنه يرمز إلى الفقر والعبودية، وتمكين البشر من الوصول إلى الحقيقة. ربما مع الفيلسوف تان مالاكا في عام 1945 في لجنة تحقيق العمل التحضيري من أجل الاستقلال، نجح محمد يمين في كسب العقلانية على الشعور الذي أسماه اللاعقلانية ومنطق ما قبل الحديث. نظرا لذكائه تم قبول العقلانية التي أطلق عليه اسم كابي جاكسانا
كأحد مبادئ فلسفة الدولة، يعني بانكاسيلا، وهي يعني ربما منذ الأربعينات وما بعدها تم استبدال نظرية المعرفة العقلانية الغربية الحديثة بنظرية المعرفة العقلانية الأندونيسية، وبالتالي لم تفهم الفلسفة إلا على أنها عقل وتفكير، كما هو مذكور بوضوح في عمل ميتافيزيقي لسانتا سلطان تقدير أليس جهبانا في عام 1945 في لجنة تحقيق العمل التحضيري من أجل الاستقلال. يعني ربما نجح يعني هذا السيد يعني محمد يمين في ترسيخ العقلانية والنظر إلى شعوره لأنه خيال. منذ يعني أربعينات القرن الماضي صاعدا تم استبدال نظرية المعرفة البوذية بنظرية المعرفة العقلانية الغربية الحديثة، وبالتالي لم تفهم الفلسفة على أنها عقل وتفكير. التفلسف يعني التفكير والفحص بحرية، أي أنه ليس فقط خاليا من أي علم ثابت، ولكنه أيضا خالي من الإيمان الثابت والعقيدة الثابتة وما شابه. بالنسبة للفلسفة لا يوجد شيء مقدس ولا شيء ممنوع ولا شيء محظور، كل شيء يدخل في مجال النقد والتفكير. ربما مع ذلك لم تكن هناك فكرة ثورية قبل عقد السبعينات من فكرة العلمانية العقلانية الفظة لنور تشوليش ماجيد. لم يعترف نور تشوليش ماجيد بأنه دعا إلى العلمانية، فقط لم يدرك أن ما اقترحه هو طريق سريع للعلمانية، دعا رفاق إلى التفريق وبالتالي الفصل بين الإلهي والدنيوي أو المقدس والعلماني. لقد فصل الدين عن الثقافة، وهما عنصران كان في الماضي موحدين في واحدة تامة. من خلال القيام بذلك أراد بناء يعني دولة علمانية وضعية منفصلة عن محتوى الدين والروح، والذي كان جزءا من تقاليد يعني الأندونيسيين. قد حظي اقتراح بترحيب كبير من قبل تكنوقراط العلماني الذين اجتمعوا في مجلس تخطيط التنمية الوطنية، والذين كانوا أيضا مدافعين بارزين عن سياسة التحديث في سوهارتو. أن تفوق شعور على التفكير الذي ينادي به بعض الفلاسفة ليس جيدا أيضا، لأنه يعني يمكن أن يؤدي إلى حساسية راديكالية. يلتزم جميع الفلاسفة مثل كي جينج سيلو حوالي القرن السادس عشر ميلادي، وباكو بونو الرابع، وأجينج سوريو من تارام 1892 توفي 1962 بالموقف الفلسفي الذي يعجب الشعور على العقل. قال أحدهم: أما يعني أملا حقا يا أحفادي لا تتباهوا أبدا بعقلكم، ربما العقل يفقد جماله. في الواقع لا يمكن لإنسان العقل أن يفقد جماله إذا فهم التفكير، لأنه مكمل لشعور وشعور لأنه مكمل للتفكير، لأن الإنسان عادة لا يمكن أن يفقد إحدى قدراته يعني التي يتمتع بها الشعور أو التفكير. ليس هناك خسارة، لا توجد سيادة على الترف على الآخر. شعور والتفكير طريقتين مختلفتين ولكن متكملتين للمعرفة، معرفة الخير والشر. لهذا السبب يدمج بودي كلاهما الوصول للمعرفة. نحن الأندونيسيين كما يقول محظوظين لأننا ورثنا الفلسفة الهندية في تقاليدنا الفلسفية. يجب أن تكون كلمة بودي مستمدة من بوذا الهندي المستنير، إذا كان هذا صحيح يجب أن يكون بودي له القدرة على إرشادنا إلى التنوير إلى المعرفة التي تنيرنا بنورها. يمكن بالطبع وصول تلك المعرفة من خلال الشعور والتفكير. هكذا يستخدم الأندونيسيين بودي للوصول إلى بعض المعرفة المستنيرة. لقد جمعت العادات وفلسفات الأجور وأساليب الحياة والحكمة التقليدية. في العادات أيضا يمكن أن يتم الكشف عن نوع من الحكمة التي أطلق عليها شون اسم صوفيا بيرنيس، الحكمة الأبدية التي قدمها تهان الإله وسط كل التفاصيل والحوادث والتقلبات. قد وجد بودي والعادات معا ما نسميه كابو ديان، الحضارة والثقافة الإلهية والروحية. يعني ربما هناك هذه المدرسة، مدرسة العادات والمدرسة التقليدية، المدرسة مرتبطة بالعرقية، الفلسفة العرقية. الآن المدرسة الصينية، المهاجرون الصينيين بين 1122 قبل الميلاد و 222 قبل الميلاد جلبوا الطاوية والكونفوشيوسية للأندونيسيا، الأندونيسيين الأصليين. انتشرت الفلسفتين الأجنبيتين واختلطت بفلسفات العرقية بحيث لم يعد بإمكان التمييز بينهما. إحدى بقايا الفلسفة المنتشرة والتي لا تزال تمارس من قبل
كل الأندونيسيين فكرة الكونفوشيوسية عن هزايو، والتي تنص على أن الفرد يجب أن يحترم والديه فوق الأشياء الأخرى. يبدو أنها حصرية ومقتصرة على الأقلية العرقية السنين في أندونيسيا، مع ذلك قد قدمت مساهمات كبيرة في التقليد الفلسفي الأندونيسي خلال أوائل القرن العشرين. انتشر مذهب سونتيات والماوية والماوية الجديدة في جميع مناطق أندونيسيا، حيث شهد الحزب الشيوعي الأندونيسي نموا سريعا. يشمل الفلاسفة الرئيسيين المدرسة الصينية ليام كوان، كاوي هينغ جايت، جو بو سان وغيره. بعد المدرسة الصينية نأتي المدرسة الهندية. استمر انتشار الفلسفيات مع وصول الهندوس البرهمان والبوذيين من أصل هندي في فترة ما بين 322 قبل الميلاد إلى 700 ميلادي، وقدموا جلبوا الثقافة الهندية والبوذية إلى الشعوب الأندونيسية الأصلية التي جمعت بينهما في مزيج يعرف باسم تانتاريانا. هذا توليف واضح في معبد وودور الذي بناه سلالة سيليندرا في 800-850 ميلادي. لاحظ الفيلسوف الهندي تاغور الذي زار بودور أن المعبد كان غير هندي، لأن الآثار المنقوشة عليه تمثل عمالا يرتدون الزي الجاوي الأصلي كما من جاوة. كما أشار إلى أن الرقصات الجاوية الأصلية المستوحاة من الملاحم الهندية لم تكن مشابهة للرقصات الهندية، رغم أن رقصات البلدين نشأت من نفس المصدر الهندي. الهندوسي والبوذي فلسفتان متناقضتان في الهند، بالإضافة إلى الفلسفة المحلية الجاوية. تم التوفيق بينهما في الفلسفة الأندونيسية من قبل عبقرية سامبرا سوريوارانا ومبو برابانكا ومبو تانتولار. إذن بعد المدرسة الهندية نأتي المدرسة الإسلامية، تنافس التحول الهندي لأندونيسيا في القرن العاشر مع ظهور الصوفية الفارسية التي بدأت تدخل الخطاب الفلسفي المحلي في أوائل القرن الرابع عشر. تم تشجيع انتشار الصوفية من خلال تأسيس ممالك وسلطانات إسلامية ضخمة في أندونيسيا. ملوك وسلاطين مثل سينان جيري، سينان جونو نجاتي، وسينان كودوس، سلطان ترينجو نو ديماك، باكو بوانا الثاني وباكو بوانا الرابع، سلطان أجينج تيرتياسا من بانتين، سلطان علاء الدين ريات سياح، ونجكو حاجي مودا رجاء عبد الله ورجاء محمد يوسف. كانوا ملوك صوفية تعلموا من معلم صوفي البارزي. يمكن تقسيم الصوفية في أندونيسيا إلى مدرستين: الغزالية من تعاليم أبو حامد الغزالي وابن عربي، يعني عرب محدين من عرب. وكان الصوفيين البارزين من خط الغزالي هم نور الدين الرانيري وعبد الرؤوف السنكلي وعبد الصمد بليمبجي وسيخ يوسف مكاسار، ومن سلالة ابن عربي همزة الفنسوري وسومنتراني وسيخ سيتي جنار. كما تم تبني الوهابية العربية من قبل الملك باكو بونو الرابع وتوانكو الإمام بونغول، الذين تولوا مهمة القضاء على الصوفية وتشجيع تعليم القرآن بدلا من ذلك. سيدت فلسفة التنوير التي بدأها محمد عبد وجمال الدين أفغاني في مصر في جميع أنحاء العالم الإسلامي. كما تبنى المسلمون في أندونيسيا الحداثة كما هو موضح في أعمال الشيخ أحمد الخطيب وظاهر جلال الدين وعبد الكريم أمر الله وأحمد دحلان ومحمد انتسير وعمار سعيد جوكورو مينوتا وأغو سليم وميسباخ. بعد المدرسة الإسلامية نأتي المدرسة المسيحية. وصلت المسيحية بين الباعة الجائلين الأندونيسيين في منتصف القرن الخامس عشر. جلب التجار البرتغاليون المباشرون الكاثوليك. نشر البرتغاليون أولا ثم الهولنديون ثانيا الكاثوليكية والكالفانية البروتستانتية على التوالي. قام فرانسيس كازافيي وهو أول كاثوليك إسباني جاء إلى أندونيسيا بترجمة كريدو الاعتراف العام، وبيتر نوستار وأفي ماريا وسالف ريجينا يعني ترجموا الوسائل العشر إلى لغة الملاي عام 1546-1547 لنشر الكاثوليكية بين الشعوب الأصلية. تم إنشاء الكنائس
الكنائس الكاثوليكية وجذب أعداد كبيرة من الأتباع، ولكن سرعان ما طردوا أو أجبروا على التحول إلى الكالفانية من قبل الكالفانيين الهولنديين الذين أتوا إلى أندونيسيا عام 1596 وأقاموا كنائس هولندية إصلاحية مكانهم. وضع بيترسون كوين أحد حكام شركة فو، شركة الهند الشرقية الهولندية، جميع دعاة الكالفانيين تحت سيطرته في عام 1618. مدرسة الكاثوليكية على تراث البرتغال والمؤسسة التعليمية الكالفانية على النمط الهولندي تم فتح أبوابها للأندونيسيين، حيث درس المبشرون الغربيون معلمون مدربون في الجامعات الأوروبية الفلسفة المسيحية جنب الجامعة اللاهوت. شمل خريجو هذه الجامعات فلاسفة مسيحيين مثل نيكو سيوكور وديستر وبانويراتما وروبير هاردويريانا ومانجو نويجا وسومارتانا. تواصلت الجامعات الكاثوليكية والبروتستانية الخاصة تدريس الفلسفة المسيحية في أندونيسيا إلى اليوم. نأتي إلى المدرسة الأخيرة، المدرسة الغربية. في أول القرن العشرين طبقت الحكومة الاستعمارية الهولندية في أندونيسيا سياسة الأخلاقية بوليتيك إتيك، وفتحت مؤسسات تعليمية على نمط الهولندي لأطفال الطبقات النبيلة والإقطاعية الذين أرادوا العمل في المؤسسات الاستعمارية. قامت المدارس الناطقة بالهولندية بتدريس يعني الفلسفة الغربية بما في ذلك فلسفة التنوير. واصل العديد من خريجي هذه المدارس دراسات في الجامعات الأوروبية، وسرعان ما برزوا كنخبة جديدة في أندونيسيا، جيل الأول من المثقفين على النمط الأوروبي الذين دافعوا عن الفلسفة الغربية. ألهمت الفلسفة الغربية معظم المؤسسات الاجتماعية والسياسية والأندونيسية الحديثة. تم تنفيذ الحكومة الجمهورية الأندونيسية ودستورها وهيكلة سلطتها وأحزابها السياسية وتخطيطها الاقتصاد الوطني، طويل المدى على النماذج الغربية، حتى إيديولوجياتها بانكاسيلا كانت مستوحاة من المفاهيم الغربية الإنسانية والديمقراطية الاجتماعية. تجلى تأثير الاشتراكية القومية النازية في خطابات أعضائها، وهو المجلس التحضيري لاستقلال أندونيسيا في أغسطس الذي تشكل في أغسطس 1945. على الرغم من أن النخبة احتضن الفلسفة الغربية بكل إخلاص، إلا أنهم شعروا بالحاجة إلى تكييف مع الواقع السياسي المعاصر في أندونيسيا. كانت الديمقراطية الموجهة لسوكارنو تكيفا للديمقراطية الغربية مع مجتمع كان يزال إقطاعيا. قام كل من أديت ومالاكا تان مالاكا بتكييف الماركسية اللينينية مع الوضع الأندونيسي، وقام سوتان سياهرير بتكييف الديمقراطية الاجتماعية مع السياق الأندونيسي. إذن فلسفة بانكاسيلا وما بعد سوهارتو. وهي الفقرة الأخيرة. خلال فترة رئاسته الاستبدادية 1966-1998 وضع سوهارتو فلسفة رسمية للدولة تسمى بانكاسيلا، من الكلمات تتكون من الكلمات السانسكريتية بانكا بمعنى خمس وسيلة بمعنى المبادئ، مبادئ الخمس، وتتألف من خمس مبادئ مترابطة: الإيمان بالله الوحدة، الإنسانية العادلة والمتحضرة، وحدة أندونيسيا، الديمقراطية قودها التوجيه الحكيم من خلال التشاور، التمثيل، الديمقراطية التمثيلية، ثم مبدأ الرابع العدالة الاجتماعية لجميع الشعب الأندونيسي. إذن بانكاسيلا فلسفة سياسية أندونيسية. المبادئ الخمس هذه هي فلسفة الدولة الأندونيسية التي أقامها سوهارتو، والتي صاغها الزعيم هذا الزعيم القومي الأندونيسي سوكارنو. سوهارتو وسوكارنو تم التعبير عنها لأول مرة في 1 يونيو 1945 في خطاب ألقاه سوكارنو أمام لجنة تحذيرية لاستقلال أندونيسيا التي رعاها اليابانيون أثناء احتلالهم الحرب العالمية الثانية. جدل سوكارنو بأن الدولة الأندونيسية المستقبلية يجب أن تقوم على المبادئ الخمس: قومية الأندونيسية، الأممية أو الإنسانية، الموافقة أو الديمقراطية، الازدهار الاجتماعي والإيمان بإله واحد. ولم يبقى البيان استحسين السلطات اليابانية، لكن استمرت الاستعدادات لاستقلال أندونيسيا. قبل إعلان الاستقلال أندونيسيا استلم اليابانيون سيطرة بريطانيا على البلاد، أصبحت المبادئ الخمس من ذلك الحين مخططا للأمة الأندونيسية. في دستور جمهورية أندونيسيا عام 1945 تم إدراج المبادئ الخمس بترتيب مختلف قليلا وبكلمات مختلفة: الإيمان بإله واحد، إنسانية عادلة متحضرة، وحدة أندونيسية، ديمقراطية تحت التوجيه الحكيم من المشاورات التمثيلية، والعدالة الاجتماعية لجميع شعوب أندونيسيا. كان الهدف من بانكاسيلا هو حل النزاعات بين المسلمين والقوميين والهندوس والمسيحيين من خلال تحديد المبادئ الأساسية المقبولة
جميعهم. لقد تم جعل العنصر الإلزامي في الدستور المنظمات الاجتماعية والدينية، وكان يعني هذه المبادئ الخمس ملزمة في كل دستور في كل يعني المنظمات الاجتماعية والدينية. وكان يطلب من جميع المترشحين للتعليم أن يأخذوا يعني دورة يعني دروس مدته أسبوع أو أسبوعين في البانكاسيلا. في عهد سوهارتو تم تكليف إدارة الثقافة والتعليم بإيجاد عناصر من الثقافة الأندونيسية الأصلية لدعم المفهوم القائل بأن هذه المبادئ الخمس كانت متجذرة بعمق في الحياة الأندونيسية قبل فترة طويلة من وصول أي تأثيرات أجنبية. أشار منتقدو البانكاسيلا إلى أنها كانت في الأساس أداة سياسية ولا تمثل تحققا فلسفيا واقعيا، خاصة أن الحكومة قمعت بوحشية أي أفكار لا تدعم أفكار النظام الجديد. وشار آخرون إلى أن المبدأ الأول هو الإيمان بإلهوات لا يستوعب معتقدات السكان الأصليين في تعدد الآلهة، رغم أن القمع الحكومي بدأ بعض المثقفين في المعارضة نمت الأفكار الفلسفية علانية معارضة. تضم هذه المجموعة المعروفة باسم فلسفة ما بعد سوهارتو سيري بنتانغ بمونكسكاس وبوديمان سوجات ميكو ومشتار باك باهان وسير إيدي سواسونو وبيوس لوستريلان لانانغ. إذن هذه هي الفلسفة الأندونيسية. شكرا جزيلا على حسن الانتباه. أتمنى أن تكون هذه المحاضرة الاستكشافية للفلسفة الأندونيسية أفادتكم. إلى اللقاء في محاضرة استكشافية قادمة إن شاء الله.